السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي. اليوم إن شاء الله جئنا بدرس جديد على قناتكم، قناة استراتيجيات ربح المال. وهذا الموضوع وهو مخصص للإخوان الذين يعملون في مجال البلوجر، أو الإخوان الذين يبحثون عن أفكار جديدة وعن بعض التقنيات لترويج مقالات. في هذا الدرس سنقوم بوضع 10,000 مقالة من المقالات التي سندرجها كل يوم في كل أسبوع على حسب العمل، وفي المجموع سنقوم بإدراج مليون مقالة متنوعة بها أفكار جديدة وبها أفكار متنوعة تثري ثقافة المشاهد وتعينك على بناء مشروعك الخاص وعلى بناء موقعك وعلى بناء أي مدونة بأي أفكار جديدة. في هذا الشرح سنذهب مباشرة إلى طريقة تنزيل وطريقة البحث على 10,000 مقالة. أولا، كل ما عليك يا أخي هو الضغط على زر سبسكرايب دعما لنا وتشجيعا لنا للمزيد من العطاء. وإذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة، المرجو الضغط على زر سبسكرايب والاشتراك والبحث في القناة، لأن يوجد العديد من الفيديوهات التي من الفيديوهات وأيضا من الاستراتيجيات التي تمكنك من ربح المال كما يظهر أمامكم في هذا الفيديو. والآن سنذهب مباشرة إلى طريقة التحميل. أولا، كل ما عليك هو الضغط على الزر أسفل هذا الفيديو، ستجد رابطا أسفل هذا الفيديو وتقوم بالضغط عليه وتقوم مباشرة بتحميل 10,000 مقالة. وعند تحميل 10,000 مقالة سيظهر لكم هذا المقال بهذا الشكل، وتقوم بفك الضغط عليها بهذا الشكل. وعند فك الضغط عليها ننتظر حتى يتم فك الضغط على هذا المحتوى، ومن ثم يمكنك اختيار ويمكنك دراسة جميع المحتويات إلا أن تجد المحتوى الخاص بك يا أخي. والآن سنتطرق إلى طريقة التحميل، وهي طريقة اعتيادية وأفضل ألا نذكرها في هذا الشرح لأنها طريقة اعتيادية. كل ما عليك هو الذهاب إلى الرابط أسفل هذا الفيديو، ومن ثم الضغط عليه والانتظار 5 ثواني لكي يتم معك تحميل هذه المقالات. وإذا ذهبت إلى القناة الخاصة بنا، ستجدنا أننا وضعنا بعض المقالات التي ليست بدون حقوق ملكية، ويمكنك الحصول عليها وكل شهر أو كل شهرين على حسب البحث الذي أقوم به نجد بعض المقالات التي تكون طرية، أي لا تكون كثيرة في المواقع. ولهذا نتطرق في هذا اليوم إن شاء الله إلى هذه الطريقة لكي يتم معك يا أخي تحميل جميع المقالات، أي 10,000 مقالة. كل هذا في هذا الفيديو، وأتمنى أن يكون خفيفا وأن ينال إعجابكم. ولا تنسى يا أخي دعمنا بزر السبسكرايب والاشتراك في القناة دعما لنا للمزيد من العطاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.